السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة The Information Power وفي أول حلقة من سلسلة غامض ومثير. فإن كنت من محبي الغموض تابع هذه السلسلة وستعجب بها إن شاء الله. ولا تنسى أن تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. حلقة اليوم هي عن شيء حير العلماء، انهارت عنده قوانين الفيزياء ولا نعرف عنه الكثير، إنه الثقب الأسود. ما هو هذا الثقب الأسود؟ الثقب الأسود ببساطة عزيزي المشاهد هو منطقة في الفضاء تتميز بجاذبية مرعبة ومخيفة، بحيث أنه إذا جاوز الشيء أفق الحدث وهي المنطقة المحيطة بالثقب فإن مصيره الوقوع فيه لا محالة، حتى الضوء لا يمكنه الإفلات بسرعة. يتكون هذا الثقب إثر انتهاء دورة حياة نجم ضخم أكبر من شمسنا بمراحل، أي أن وقوده بدأ ينفذ، وبالتالي تتغلب قوى الجاذبية على القوة المضادة لها، فيبدأ النجم بالانكماش حول نفسه وتتناثر بقاياه في الفضاء ويتشكل الثقب الأسود. تنقسم الثقوب السوداء حسب الكتلة إلى نوعين. النوع الأول الثقب الأسود نجمي الكتلة، تشكل هذا النوع نتيجة انهيار نجم بكتلة تقدر بحوالي 3 أضعاف كتلة الشمس أو أكثر، فعندما ينتهي وقوده يبدأ بالانكماش حول نفسه ضاغطا كتلته في مركزه، فتكون كثافته مفرطة. ولكي أقرب لك الصورة، فإذا كان النجم يزن 3 أضعاف كتلة الشمس فإنه يكدس كل هذه الكتلة في مساحة مدينة. النوع الثاني الثقب الأسود فائق الكتلة، احتار العلماء في كيفية تشكل هذه الثقوب لأن كتلتها قد تكون أضخم من كتلة الشمس بمليون مرة، هل تتخيل مدى حجمها؟ وهناك نوع ثالث أكبر من الثقوب النجمية بكثير لكنه يظل أصغر من الثقوب فائقة الكتلة، لذلك تسمى بالثقوب متوسطة الكتلة، ولكننا لن نتعمق فيه. افترض العلماء وجود ثقب أسود فائق في مركز معظم المجرات، كتلة تبلغ أكثر من 1,000,000 كتلة شمسية، ويوجد في مجرتنا درب التبانة ثقب أسود هائل بكتلة تبلغ أكثر من 4,000,000 كتلة شمسية. إذا وقعت في ثقب أسود وهذا لن يحصل أبدا، ستموت عن طريق عملية فيزيائية مشهورة اسمها سباجيتيفيكيشن، والتي ببساطة تقول أن الجاذبية المطبقة على جزئك العلوي ستكون منخفضة عن الجاذبية المطبقة عن جزئك السفلي، وبالتالي ستمتد من جزئك السفلي وستصبح مثل المعكرونة، لهذا سميت بهذا الاسم. دارت أخبار جديدة في الآونة الأخيرة عن اكتشاف أقرب ثقب أسود إلى الأرض والذي يبعد 1,000 سنة ضوئية. إذا حسبنا هذه المسافة بالكيلومتر والتي تساوي هذا العدد الذي ترونه أمامكم، لقد تعبت يدي بكتابته، ورغم أنه يبدو بعيدا جدا لكن بالقياسات الفلكية فهو فعليا بجوارنا. والغريب في الأمر أنه يمكنك أن تشاهده بالعين المجردة من نصف الكرة الجنوبي إذا كانت الليلة مناسبة، وفي الحقيقة لن تتمكن من رؤيته فعليا لأنه لا يتميز بأي خصائص ملاحظة، ولكنك سترى النجمين الساطعين اللذين يدوران حوله. التقطت أول صورة لثقب أسود تبلغ مساحته 3,000,000 حجم الأرض في اليوم 10 أبريل 2019، صورة تاريخية وهي التي ترونها أمامكم. استخدم في التقاطها شبكة مكونة من 8 تلسكوبات موزعة في جميع أنحاء الأرض تسمى Event Horizon Telescope، وصاحبة الفضل في التقاط هذه الصورة هي الأستاذة وعالمة التصوير كاثرين بومان، والتي طورت خوارزمية على مدى 3 سنوات ساعدت في التقاط هذه الصورة. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، وبما أنك قد وصلت لهذه النقطة وأكملت الفيديو فإنك من المتابعين المخلصين، شكرا لك، وتابعونا على صفحتنا الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.